ما يمكنش بحال هكا غادي نغطوا هادشي، غادي نديروا التغطيه بحال هكا. السيد عم ما يمكنش هكا، غادي نديروا التغطيه، ما يمكنش هكا، ما يمكنش هكا، ما يمكنش اصاحبي راه خاصنا التغطيه سيد الوالي. جماعه مذكر معرض ديال الصناعه التقليديه لجميع المنتوجات، معنا عارضين على داخل الجهه ومعرض خارج الجهه. المعرض كيضم اكثر من 50 عارض وعارضه، كتشوفوا على هامش المعرض درنا معرض موضوعاتي. المعرض هو من انجاز مجلس الاقليم الاتزاك، ومعرض للحكومه، برنامج الحكومه ديال العوراش اللي كان ساهم فيه المجلس الاقليمي بان هذا المعرض عطى هذا الاوراش، عطى مجموعه من المنتجات، منها الخيام، صنع الخيام، منها مصنوعات جلديه، منها مصنوعات المنتجات المجاليه. واليوم المعرض فيه مختلف المنتجات، منها الزي الصحراوي، منها الصياغه، منها المنتجات المجاليه، منها صناعه الخزف. حنا اليوم ماشي المعرض الاول، حنا يعني من نهار اللي من بعد طلقت المعارض هو المعرض السادس على صعيد الجهه. من بعد مشينا ضمنا معارض، اول مره كتعرفوا راه الصناعه التقليديه مشات تقريبا موادون معارض على الجماعات الترابيه، بان هذه المعارض كانت في اتفاق بين الجماعه والغرفه. من بعد الجولات اللي درنا كيف تعرفوا درناها على صعيد الجهه، بان اضطرينا باش نديروا معارض. واليوم الغرفه الحمد لله اللي مشات في واحد الشكل بعيد الحمد لله في هذه المعارض. اليوم المعرض هو الخامس، وعندنا ان شاء الله معرض ان شاء الله على معرض قلمي ومعرض طنطان ان شاء الله، بان معرض ان شاء الله. وعندنا ان شاء الله مخطط، عند الغرفه عندها برنامج عمل ان شاء الله ماشي كتحقق فيه ان شاء الله. عندنا تكوينات بان في الصنف الاخر الخدماتيه ان شاء الله، على سبيل المثال تعرف الصناعه التقليديه كتعدى خدماتيه وعندها فنيه، تعرف بان الخدماتيه اللي فيها لي برومبي اللي فيها لي ميكانيك حتى هي ان شاء الله راه غادي تاخذ حقها ان شاء الله من هذا البرنامج ان شاء الله ديال الغرفه. وحنا اليوم كنشكر المرابر الاعلاميه، وحنا اليوم كنشكر نزل المهرجان ديال على ديال الاركان، وشكرا السلام وشكرا.